لا يعقل زي اسماعيل هنيه مجتمع مع الرئيس الايراني طلع ما ادري غار اسرائيل، كيف الغاره الاسرائيليه وصلت ايران؟ فتحوا الاجواء الدول فتحت الاجواء، هذا مخطط لاسماعيل هنيه، وانا بدي قاده حماس الباكيين يعتبروا ما جرى لهنيه ويحطوا ايديهم. احنا شعب فلسطيني لازم ننهي الانقسام فورا. هلكيت قبل بكره. هذا الأمر لن يجدي نفعا ولن تكسى إرادة الشعب الفلسطيني، لأن هذه الاغتيالات وهذا الدم الفلسطيني الغالي سيبقى وقودا لاستمرار المعركة مع الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال. اليوم دماء الشهيد إسماعيل هنية إلى جانب شهداء شعبنا الفلسطيني العظام، القادة والمدنيين الأطفال والنساء والتدمير الذي يجري، لن تكون سوى مزيد من التصميم على الاستمرار في مقاومة وكفاح شعبنا الفلسطيني والتمسك بحقوقه وثوابته وتمثيله في إطار مثل الشرع الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية.